خيالين خدامين ما بينا ما علينا، سالينا الساعة الخدمة ديالنا، شدينا الكراج ديالنا مشينا بحالنا. وصلت ديك 8:30 عيطوا الناس راه العافية شاعلة في الكراج اجي كتجري، وجينا جبرنا قدر الله وما شاء والخليفة على الله لا اله الا الله. هذاك الشيء بيني وبين نفسي ما نقدرش نعطيك الخسائر، خسائر بشرية ما كايناش. ما قدرتوش تعرفوا السبب ديال الحريق؟ ما عرفناش، وكنا عرفنا غنعرفوا حتى راسنا، حنا رادنا حالنا بحالكم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حنايا عاد عادي من بحال دايما بحال دائما. محل إشهار والله إشهار إبليسي. أنا محل خي هذا مسكين، شركة كيقاوم كيقاوم الشركة ديالو، شد مشى عيطوا له أجي العافية شعلة، ما عرفناش من هاد الجهة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله تيم قدر الله ومالك الحمد الحمد لله، وجات في العواشر الله ومالك الحمد الحمد لله. ماشي سهلة ولكن الحمد لله، ماشي سهلة علينا ولكن الحمد لله الحمد لله. لا اختي كنا خدامين في كراج نهار كامل، خدامين كيف الايام عادي، خدامين مع بعضنا تكعكعنا، اللي خدام في زنقه اللي خدام في كراج سالينا مع 6:30 اللي مشى بحالو الدار، اللي مشى يتفرج كوره كل فين مشى. حتى دابا عاد كنتفاجئوا بهادشي هذا، ما عرفنا واش ما عند الله كان عندنا الاشهار بوبليسيتي بانوس. شنو السبب ديال الحريق؟ السبب ما عرفناش يا خي الزين، ما عرفنا واش شي كابلي من الصاف شي حاجه. لا ما نكذب عليك، ما جينا جبرنا هادشي هذا، الحمد لله ما كاين حتى بشائر خساريه. قدامي فهمتي الناس مجوجه على راسها، هنايا شدينا مع الصون مشينا بحالنا، صحيتونا جيان مع ديك تقريبا 8 قال لك العافيه شاعله حنا بحالكم ما عارفين لا شارج لا حتى شي حاجه، يعني محل الخدمه هو هذا، يعني اي حاجه تقدر توقع فهمت، يعني يقدر يكون اللي حرق من الكابل، يقدر اي حاجه تقدر تكون كلشي موقع. هو عطى الله هو هذا، جات في هذا العواش الحمد لله الشيء اللي كاين عطى الله هو هذا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.